قال عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح إن رفع الحصار عن تعز استحقاق لا يمكن التراجع عنه. وخلال لقائه قيادة محور تعز العسكري، أوضح العميد طارق أن التنازلات التي قدمها الجانب الحكومي في سياق المفاوضات لرفع الحصار عن تعز وباقي المحافظات المحاصرة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل المواطنين لن تكون بلا سقف.